مرحبا بكم احبائي اصدقائي، ما كنتم تعبوني. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، فيديو جديد، طبخه جديده. رجعت لكم بطبخه كثير طيبه، تابعوني واتمنى لا تنسون. وبشكر كل واحد عم يدعمني، بشكركم جزيل الشكر. وهيك بدنا نجهز حالنا ونروح على المطبخ. بالبدايه نسمي بالله، هون عندي كاستين برغل ناعم انحمشي يلي بنستخدمه للتبوله، وكمان رح ننزل عليها كاستين سميد، سميد وسط، سميد القمح يلي بنستخدمه للبسبوسة والحلويات. رح نحركهم كتير منيح، وبعدها رح نحتاج كاستين مي دافية، لا سخنة ولا باردة. نزلت أول كاسة، رح نحركها كتير منيح ونصل الكاسة الثانية، وبعدها رح ننزل بقية الماء، يعني شوي شوي، أحيانا بتاخد أقل وأحيانا شوي أكتر. مثل مو شايفين بالصورة أخذت كاستين، رح نغطيها كتير منيح، وبعدها نتركها ترتاح ساعة كاملة. فيكن تتركوها أكتر قد ما بدكن، أما أقل من ساعة ما بيصير. بعد ساعة رجعت لها، شوفوا العجينة كيف لحالها بتنعجن، ما بتعذبكن بنوب بنوب. راح نحتاج ملعقة ملح، ملعقة فلفل أحمر، ربع ملعقة كمون، ونص ملعقة بصل بودرة، وأقل من نص ملعقة فلفل أسود. نحركهم كتير منيح، ورح ننزلهم على العجين. طبعا بهالمرحلة رح نحتاج أقل من ربع كوب مي، يعني رشة صغيرة مثل مو شايفين بالصورة فقط لا غير. لا تكتروا مشان العجينة ما تصير لينة معكم، يعني فيكن بعد العجن إذا اعتازت فيكن تزيدوا المي. هون شوفوا العجينة ولا أروع. طبعا بدي عجن أقل شي ربع ساعة 20 دقيقة، أنا دائما أي نوع عجينة بعجنها على إيدي 20 دقيقة، قد ما عجنتوها رح تاخدوا نتيجة أفضل. مثل ما شايفين نقطة زيت حطيت على إيدي، لا تكتروا بنوب، حطوا بوعاء تاني وخليها ترتاح كمان ساعة. قد ما ارتاحت العجينة رح تاخدوا نتيجة أفضل. مثل ما شايفين نتركها على جنب. هون عندنا السلق، وكمان عندنا بصل، 3 بصلات وراس ثوم، وعندنا شوية لحمة. الطبخة بدها بصل وثوم وسلق فقط، يعني هالطبخة أنا رح أعملها مع شوية اللحمة كان موجود عندي بالفريزر. مثل ما شايفين أنا رح أفرمهم بمحضرة الطعام، وفيكن تفرموه على ايدكن. أنا بعمل هيك مشان ما أسلقهم كتير وتدوب السلق معي، يعني بس بحركهم دغري تستوي. هيك رح نستمر فيهم. طبعا رح أفرم البصل والثوم كمان على نفس الطريقة. طبعا هاد بيرجع لكم، فيكن تفرموا على ايدكن. وهي خلصت الكمية كمان مثل ما شايفين، والبصل والثوم كمان. طنجرة على النار، نزلت عليها ملعقة لية، فيكن تحطوا زيت الزيتون أو زيت النباتي أو زبدة، أي شي متوفر عندكن أو أي شي تحبون. وهذا برجع لكم ملعقة بصل رح أقليها، وبعدها رح نزل اللحم على نار عالية وبحركهم. طبعا هي اختيارية، اللحمة فيكن ما تنزلوا بنوب بنوب، لأنه هالطبخة بس مجرد سلق وثوم وبصل. بس بالنسبة إلي أنا زدت اللحمة، لأنه بعض الناس بيحطوا شوية لحمة وبعض الناس لا، هي خاص كبة السلق.
هاي أهل الساحل بسوريا بيعملوها. رح نحركهم كتير منيح. نزل عليها نص ملعقة فلفل أسود، ملعقة فلفل أحمر، ملعقة ملح، ونص ملعقة بهارات مشكلة أو 7 البهارات. رح نحركهم كتير منيح. رح ننزل ملعقة دبس فليفلة. بالبداية رح ننزل السلة الأبيض بس دقيقة، وبعدها رح أنزل الأخضر، ما بخليهم على النار كتير مشان ما يدوبوا، يعني كم حركة ورح طفي النار. ملعقة السماء نزلتها، ودبس الرمان مثل مو شايفين، ورح نحركهم. وبعدها لازم نحطه بمصفاي مشان إذا في مي أو شي نتخلص منه، ولازم بيكون بارد تماما لما نشكلهم بالكبة. حنا شوية زيت نحطه على إيدنا نقطة صغيرة، فيكن تشكلوا بالمي كمان، هاد بيرجع لكم التشكيل بالمي أو زيت اختياري. شوفوا العجينة، العجينة ولا أروع، قد ما رقتوها رح ترق معكم. أنا حابة أشكلهم على هالشكل هاد. طبعا أهالينا بسوريا بيحبوا يشكلوها على شكل الكبة المقلية، يعني بتيجي طويلة، واليوم حبيت أعملها على طريقتي وبتمنى يعجبكم. كبة كتير طيبة وطعمتها رهيبة. قرب رمضان وإن شاء الله كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. فحبيت أعمل أنواع كباب، أكلات كتير طيبة وبتمنى يعجبكم. إن شاء الله رح ننزلهم عن قريب. شوفوا ليها، هاي بعملها على هالشكل هاد، هيك بيعملوها. إذا حابين فيكم تشكلوها مثل ما بدكم. فضلا وليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو هاتي لا تنسوني بكلمة حلوة ودعوة منكم، وبشكر كل واحد عم يدعمني. بشكركم فردا فردا وين ما كنتوا تكونوا. تحياتي لكم جميعا. مثل ما شايفين رح نبلش فيهم على هالشكل هاد. طبعا كل ما نخلصهم لازم نغطي الكمية، وفيكم تفرزوهم كمان يلي حابب. هلا شوفوا لياها وانتو حكموا، ما بتستاهل كلمة حلوة منكم. وبشكر كل واحد عم يرد من أي دولة عم يتابعني. خلصنا الكمية، رح نغطيها طنجرة على النار، نحط شوية ملح، ورح ننزل الكبة. مثل ما شايفين كل ما مننزلهم، هاي الخطوة كتير ضرورية، نحرك الكبة بالبداية بس هيك، ما رح يتلزق بقاع الطنجرة ولا يتلزقوا ببعض إذا عملتوا هالخطوة هيك. شوفوا ليها قد ما كترتوا كمان ما في مشكلة، أهم شي يكون على نار وسط، لا تعلوا النار مشان ما تتفلش معكم الكبة. كيف تعرفوا إن الكبة استوت؟ بس ترتفع لفوق المي معناته الكبة صارت جاهزة. أهم شي الكبة، لا تخلوا فيها الهواء بنوب بنوب، أهم شي ما تضل جوات الهواء. هون عندي دبس الفليفلة، نزلت عليها الراس توم، رح نحركهم كتير مني. وبعدها رح ننزل عليها نص كاس حامض ليمون، طبعا كاسة صغيرة
وبعدها راح نحتاج كوب بقدونس، كمان راح ننزل عليه المي، المي يلي سلقنا فيه الكبة. مثل ما شايفين راح نحركهم، راح ننزل عليها زيت الزيتون. بعد ما نحركهم الطعمة رهيبة فوق ما بتتصوروا، جربوها وإن شاء الله راح تدعولي. مثل ما شايفين هيك راح نغمز الكبة جوات الصلصة ونحطهم على جنب. طبعا أنا عاملة أنواع كتير للكباب، وكتير بيسألوني نزلي كبة الحلب، أنا منزلة كبة الحلب يعني كبة التمن، وكمان رح حطهم بصندوق الوصف. عندي كبة المقلية وكبة على الطريقة العراقية، وكمان كبة على طريقة الكردية وكوتيل، كل أنواع الكباب رح حطهم بصندوق الوصف يلي حابب يشوفه. وعندي فيديو خاص عم بحكي فيها عن الجريش، لأنه بتجيني كتير تساؤلات عن الجريش، شو هو جريش، كمان رح حطه بصندوق الوصف يلي حابب يشوف ويستفاد. وهي هي النتيجة، النتيجة ولا أروع، والطعم فوق ما بتتصوروا، جربوها وإن شاء الله رح تدعوني. هيك أحباي بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، بتمنى قدمت شي فاتكم ونالت إعجابكم. إن شاء الله رح نلتقي عن قريب فيديو جديد وطبخة جديدة بإذن الله. مثل ما شايفين رح أورجيكم إياها ورح أودعكم، رح نلتقي قرب رمضان. إن شاء الله كل عام وجميع المتابعين بألف خير. هيك ورجوني شو رح تكتبولي بعد هالوصفة هاي. دمتم جميعا في أمان الله والسلام، وعليكم.